كلمة حق لازم أحكيها في هذا البرنامج وأمام المشاهدين والمتابعين. من خلال السنة الماضية 2023 سمعنا متواصلة في عطاء روحانيتك وحضورك معنا في المستاذ والبرنامج صباحكم خير. فأنا بشكرك أبونا الله يخليك دكتور وهذا الالتزام وهذا العطاء. في النهاية هذا تعبك ومجهودك وتنسيقك البرنامج كله. بالرغم من كل التحديات اللي مرت علينا إن كان بلبنان وإلا إن كان في الأردن، تحديات صعبة من كل الأنواع، يعني تحديات إدارية، تحديات مادية، تحديات يعني تقنية، تحديات يعني. بالرغم من كل هذا الشيء دائما بقول رسالة نور، رسالة نورسات، رسالة سماوية. إذا لم تكن هذه الكلمة اللي بنحكيها من هذا المنبر الإعلامي كلمة ربنا كلمة سماوية، فأكيد ما راح تستمر إذا ما كانت كلمة سماوية. فهذه الرسالة رسالة سماوية منطلقة من ربنا، ربنا هو اللي بيسير بالروح القدس اللي بيقود، عشان هيك مستمرة. يعني قديش مر علينا أبونا فترات، وقديش مر علينا إحباطات وتحديات، وحتى نحن فقدنا الأمل وقلنا إنه خلص بكفيها لهون، لكن يعطينا ربنا الدفع ويقول كملوا وإن أنا معكم ما تخافوا. فعلا يعني، وإنت كنت حاضر يعني وشفت مزبوط وعايشت هذه المرحلة المراحل الصعبة، إنه ربنا يقولنا إنه كملوا ما تخافوا أنا معكم. فهذا الحس إنه ربنا معانا كتير حس مهم جدا أبونا، مطمئن مطمئن انه ربنا معك في هذه الرساله. لانه احيانا الانسان بشك، بقول انه هذه الرساله رساله من الله ولا رساله مين، يعني هل انا اكمل ولا ما اكمل، ولا هون خلص نوقف يعني. لانه عن جد في تحديات كثير بحياتنا، ومين ما عنده تحديات بحياته ابونا، ان كان أكيد. عائليا وان كان مجتمعيا أكيد. وان كان بالبلد كلياتها، انه كل الانسان ناس بتعيش التحدي. بس اذا دائما بنقول اذا الله معنا من خاف فمن علينا. يا ما تحدثنا وتكلمنا على البرامج الروحية كيف يعيش الإنسان بسلام، سلام القلب، فماذا يمنع الإنسان أبونا من أنه يستمر في علاقته مع ربه، علاقته، شو هي الأشياء اللي بتمنعنا؟ هي ضعفنا، إحنا ضعفنا البشري اللي بيمنعنا أنه نتجاوز أخطاء الناس تجاهنا، ضعف المسامحة. يعني أنا قديش الشخص اللي بيأذيني أو الشخص اللي فاهمني غلط، نعم. يعني بيشوف كل تصرفاتي سلبية، الشخص اللي بيشوف الواقع التعامل مع بعضنا البعض بيشوفه من ناحية واحدة فقط، ما بأخذ تفكير الآخر. فأنا عشان أقدر أستمر بحياتي بسلام مع الله ومع الآخر، مع عائلتي، مع الناس اللي أنا عايش معهم، بدي دائما ألاقي أعذار للناس ليش هي بتعمل هيك، وما أتصيد إلها خطأها، أمشي لأنه أفهم نفسيته أنه هو ليش بعمل هيك. لما بحب أكثر بقدر أتجاوز، بقدر أصبر على ألم الآخر اللي بيسبب لي إياه. كل ما بصبر أكثر على ألمه كل ما أنا بقدر أعيش بسلام أكثر، وربنا من السماء بيعوضني. تعويضات ربنا هي اللي بتعطينا الطاقة اللي إحنا عشان نقدر نكمل فيها ونستوعب الآخر، لأنه في وقت ما رح يجي هالشخص ويقدر يتفهم التاريخ كلياته من يعني قد انا ما بسيء للاخر، قد ما بسيء راح يجي وقت احس حالي انه انا كل اللي عملته. طب هو ما وبيحكي القديس بولس كانك بترمي جمر النار عليه، كانك لانه لما انت بتعامليني بشد انا عاملك بلطف وبحني وبضل اعمل بروحانيتي، فهذا الشيء يعني الا ما بالاخر يثمر. نعم. مستحيل. رسالتنا هي رساله سلام، رسالة إيمان، صخرتي هو وخلاصي ملجأي فلا أتزع. في كل الظروف الصعبة الإنسان عنده عدة خيارات. الخيار الأول أنه يتدمر، وهذا سهل، مش صعب أنه شخص بس يشكو الوضع والظروف الموجودة. الخيار الثاني واللي هو الدخول من الباب الضيق حسب الإنجيل اللي حكي لنا، من نعمل وقفة ونعمل خطوة إيمان وثقة أنه الله سيد التاريخ وأنه الخير لازم ينتصر دائما. هون رسالة رجاء مبنية على الإيمان،
بتخلينا نقدر نمشي لقدام رغم كل الظروف الموجودة. اللي مطلوب في حدوث مواجهتنا في صعوبات الحياة، في مواجهة الشر بالحياة، إن إحنا نشوف ماذا لدينا من إمكانيات نفعلها لتجاوز هذه المرحلة، كيف نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة. بنسلمها لربنا، بنصلي، نتأمل بالكتاب المقدس، نشوف إيش بيجاوبنا ربنا على الواقع اللي إحنا فيه، وبعدين بدنا نلاقي قنوات ثانية يطلع الواحد الطاقة اللي بداخله بأشياء إيجابية، سواء زي ما تفضلتي بتقديم رسالة معينة، بالتعليم، بالتدريس، بكهنوته. الكاهن في خطر كبير لما بيكون فاضي، الإنسان المؤمن بخطر كبير لما بيكون فاضي. بيقول إجت ونظفت بيتها وطردت منه كل الشياطين وما وقعدت صفنت، من قاعدة الصفنة هاي هي المشكلة، فراح جاب معه شياطين كثر وعبوا المكان، شافوا جاهز ومرتب. فبالتالي إحنا الوقت الفراغ يجب أن يكون وقت متعة بحياتنا الروحية، ولكن بنفس الوقت يعني نعبيه بأشياء إيجابية أحسن من الأشياء الكثيرة اللي بتتوهنا، اللي هي اليوم إحنا كمان بنحكي فيه خلال، يعني بعرف الوقت تأخر علينا بس بثواني، وإحنا ببداية السنة وإحنا بنحتفل بي 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 بالسلام العالمي، برسالة قداسة البابا اليوم السلام العالمي في ظل الحرب والويلات الموجودة بعالم التكنولوجيا، قديش بتضيعنا هاي التكنولوجيا وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما إحنا ضبطناها وكيفناها لرسالة، كيف إحنا بنعمل مع النورسات على 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 صفحة فيسبوك مثلا، أو إذا خليناها فاهية هيك كل واحد يمسك الموبايل يضل يقلب بالناس شو بتلبس شو بتشوف شو بهيك، بضيع وقته على الفاضي. أبونا في بعض الأشياء اللي وضعناها كمان الإنسان يطلع إلها، إنه على الأمور اللي يقيم حياته فيها، إنه لا يقبل صلاة فاترة. يعني إذا أنا بدي أعمل تغيير في حياتي ما أقبلش إنه صلاة فاترة، يلا على القداس أي إشي، يلا بس أني أحضر وهيك. صلاة فاترة ما تقبلها، ما تقبل إنك تعامل بلا حب وتعامل بلا حب، يعني جميل. لا تقبل إنك أنت تتواصل مع العالم بدون حب، ما تقبل جميل. ساعة بدون الاتصال مع الله ما تقبل، يعني تمر ساعة تعرف إنك ذكرت الله فيها، فما تقبل، ما تقبل تاكل من دون ضوابط بالشراهة، ولا هاي تلتهي بالأكل بس والشرب وكل حياتك بس أكل وشرب، ما تقبل كلام بلا معنى، يعني ما تقبلش تسمع كلام ملهوش معنى، ما تقبل علاقات بلا حدود. يعني أحيانا كتير بتكون في عنا علاقات وبتيجي على حياتنا علاقات ومن دون حدود وضوابط، دايما حط بعلاقاتك حدود وضوابط. ما تقبل حزن بلا رجاء، ضلك أنت تحط الحزن بقلبك من دون رجاء، ما تقبل، ما تقبل فرح من دون بلا تعزية. افرح وأشكر دائما، يعني هذه بعض الوصايا للجميع. أقول أبونا ودكتورة، نعم، لا توضع الخمر الجديدة في زقاق القديم كي لا يفسد طعم الخمر، ولا توضع رقعة جديدة في ثوب بالي لأن الخيوط بتكون بالية. يعني أنا بتمنى، يعني أول إشي أنا بحكي إنه في العيد الرابع إلكو يعني نورسات أعطت العطاء الكثير والعطاء المتجدد على مستوى الأردن وعلى مستوى المغتربين اللي بيتابعوا هذا البرنامج. كيف نقيم المرحلة السابقة وكيف نستخلص الحكمة والعبرة مما أين كبونا وكيف ننهض، كيف نعيد البناء بأدوات وطرق جديدة بعد الإدراك الحكيم إنه المرحلة الجديدة تتطلب معطيات جديدة. يعني في كل المحلات بيعملوا انفنتوري تقييم، يعني شو في عندنا من السنة القديمة. يعني أنا لا يصلح إني أعيد بناء بأدوات قديمة أثبتت فشلها. فإحنا يجب أن نقيم المرحلة السابقة سياسيا اقتصاديا روحيا، نعم، بكل معطياتها تربويا، وأعيد يعني أسند مهمة البناء إلى عقول قادرة على تحديث على التغيير والإصلاح. يعني من كانوا معاول الهدم سابقا أنا لا أسند لهم المهمة، لأنه أنا يعني في نفق ضيق بدي أظل نفق مظلم. فأتمنى أنه أن نقف في مطلع العام الجديد وقفة حكيمة، وقفة بين يدي الله لنقيم أين كبونا وكيف ننهض.
يعني قد تكون الأمال والتطلعات كبيرة، لكن هناك تحديات.